عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا بمقر الحكومه بمدينه العلمين الجديده لاستعراض احتياجات قطاع البترول وكذلك جهود زيادة المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف لتوفير التمويل المطلوب من احتياجات قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتناول الاجتماع استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، وكذلك استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج على أن يتم السماح تصدر حصه معينه من الانتاج الجديد من الغاز بحيث تستخدم عائدتها في سداد المستحقات المطلوبه بالاضافه لرفع سعر حصه الشريك الاجنبي من الانتاج الجديد من الغاز وفقا للنموذج الاقتصادي